100% tourisme. 100% tourisme. بالتليفون يكون معنا مهدي حشيني. صباح النور مهدي. صباح النور وسرور زينب اللي يسمعوا فينا في راديو ميد الكل. مرحبا بك مهدي. مهدي اليوم اديستانس 100% تورزم وفما برشا اخبار اكيد ما نجموش نتعديو من غير ما نحكيو عليها. كالعادة زينب اليوم بيان سور عندنا الاكتواليتي نتاع جمعة كاملة وباش نبداو بالقرار اللي اتخذته تونس ابارتير من نهار 27 اكتوبر دخل حيز التنفيذ اللي هو تجديد اجراءات القدوم الى تونس بالنسبة للوافدين من الخارج. نعرفوا ناس الكل توا اللي رجع ضرورة الاستظهار بالشهادة بي سي ار ولا تيست بي سي ار حتى للملقحين ولازمها ما تجاوز 72 ساعة من تاريخ لونجسترومون في المطار. حاجة أخرى زادة للغير الملقحين واللي ما استوفاوش التلقيح نتاعهم ضرورة القيام زادة بالحجر الصحي الإجباري في مراكز الحجر اللي هي القائمة نتاع النزول اللي تعاودوا تلقاوها كيف كيف في الموقع الرسمي للديوان الوطني التونسي للسياحة وإلا زادة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة. دونك هذا الأخبار الأولاني زادة كيف كيف نحكيو على الخطوط الجوية التونسية تونسية. كيف نبقاو في النقل الجوي ونحكيو اليوم على النقلة الوطنية على غزال على تونيسير. تونيسير نعرفوا الناس الكل اللي تعاني من عدة مشاكل خاصة في الأسطول نتاعها وعدد الطائرات اللي قاعد ينقص وفي الصيف وفي فترة الذروة نلتجئوا باش نكريو طيارات من برا وزي الإشكال حكينا فيه في عدة مناسبات زينب وكنت تفكر كنا خصصنا حتى حلقة كاملة للنقل الجوي. الخبر الباهي اليوم اللي يجينا من تونيسير انها قامت باختناء أربع طائرات من نوع إيرباص A320. الطيارة الأولى توصل في شهر ديسمبر إن شاء الله وثلاثة طيارات الأخرين في ابتداء السنة القادمة 2022. كيف كيف زادت تونيسير توا بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها 73 تقوم بتخفيضات على عدة وجهات إلى غاية تاريخ 7 نوفمبر. تنجموا زادة تدخلوا على موقع تونيسير ولا تتصلوا بوكالة الأسفار وتتمتعوا بالتخفيضات هذيا والبروموسيون اللي متواصلة إلى غاية يوم الأحد 7 نوفمبر. تري بيان دونك هذا زاد خبير باهي. مهدي الخبر الثالث نحكيو على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الثقافية. وزارة السياحة قديش مهم اليوم زينب والصناعة التقليدية ووزارة الشؤون الثقافية انهارت 24 أكتوبر التأمت جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل مشتركة جمعت بين وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة الصاد القرمازي ووزير السياحة السيد محمد معز بالأحسين بحضور إدارات الوزارتين والمؤسسات اللي تحت إشرافهم كما معهد التراث وإلا وكالة أحياء التراث ودي الوطني التونسي للسياحة. أبرز ما جاء في الجلسة هو اتفاق فيه 6 نقاط أهمها تحيين تركيبة اللجان المشتركة بين الوزارتين وتفعيلها ودعوتها للانعقاد في أقرب الأجال. إبرام اتفاقية بين الديوان الوطني التونسي للسياحة ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وكيف كيف زاد الإذن بانطلاق في وضع مقترح مشروع تعاون نموذجي بين الوزارتين والشروع في تنفيذ في أقرب الأجال. توحيد جهود في مجال الأحداث واستغلال النقاط الترويجية للسياحة الثقافية. تعزيز التعاون مع الهيكل المعنية في مجال التأمين الذاتي واليقظة خاصة في المواقع والمعالم الأثرية والمتاحف باش نتفاداو اللي صار لنا قبل ونتفكروا ناس الكل الحادثة اللي صارت في متحف باردو. والنقطة السادسة إيجاد الصياغة الملائمة لتقليص أجال تراخيص التصوير خاصة في المعالم الأثرية. نعرفوا اللي عنا مالوروزمون ديما مشكلة في البيروقراطية وتجي ساعات باش نصوروا دي بروموسيون ولا دي كليب ولا فيديوهات ترويجية في معالم أثرية. الرخصة التصوير هذه تاخذ برشا وقت وهذه حاجة من الحاجات اللي باش يخدموا عليهم إن شاء الله وزارة السياحة والثقافة مع بعضهم. تري بيان دونك زادا كيف كيف وزير السياحة يستقبل ممثلي الجامعة التونسية لوكالة الأسفار علاش يستقبل فيهم شنو كان الموضوع؟ محمد معز بالحسين في المنصب نتاعو وتولى وزارة السياحة والصناعة التقليدية كان عقد عدة جلسات عمل زينب مع مختلف الجامعات المهنية من مطاعم سياحية في الأسبوع الفارط وكيف مع جماعة النزل الأسبوع هذا في يوم الثلاثاء الفارط
كان استقبل في مقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالة الأطفال ومختلف رؤساء اللجان بالجامعة. الحديث كان تم على الصعوبات اللي عرفوها وكالة الأطفال في فترة توقف النشاط أكثر من عام ونص في الكل اللي أجرى على إثر وباء الكوفيد تعطلت النشاط السياحي. وكانوا عبروا معناتها أصحاب وكالة الأطفال أو ممثليهم الموجودين في الجامعة التونسية لوكالة الأطفال على الصعوبات المالية الخانقة اللي تعرضوا لها. والوزير كان أوصى بضرورة المحافظة خاصة على مواطن الشغل ودرسوا عدة مقترحات لاستعادة النشاط السياحي ومزيد تنظيم قطاع وكالة الأسفار والخدمات المقدمة للحرفاء وأهم شيء تطويره وتعثيره وخاصة الاتجاه نحو الاتصال الرقمي نحكي هنا ديجيتاليزاسيون بيان سور هذه حاجة من أهم الطلبات اللي مختلف الجامعات المهنية ركزت عليها وإن شاء الله في قادم الأيام باش تكون للسيد وزير السياحة جلسات عمل أخرى مع باقي الجامعات المهنية. تري بيان دونك هذا في إطار بيان سور أنه يفهم بالضبط شنو اللي قاعد صاير باش هكاكا تكون فما إجراءات ممكن مع كل معنا في القطاع السياحة تكون فما إصلاحات شنو من النقاط اللي لازم يتم معناها نظر إليها أكثر من غيرها وهذا أكيد في إطار تطور بيان سور القطاع متاعنا القطاع السياحة في تونس. بنجم يعود لينا كان بالفايدة مهدي زينب معناتها لازم ياخذ رأي المهنيين والبروفيسيونيل معناتها الناس اللي قاعدة تخدم في الميدان واللي عندها عدة صعوبات لازم الوزير يقرب لهم يسمعهم ياخذ آرائهم تشريكهم في أخذ القرار معناتها ما نقعدوش تجينا قرارات مسقطة من فوق ومن بعد ساعات ما تتنفذش أنا نشوفوا قاعدين في عدة لجان قاعدة تتكون منذ سنوات لكن ما فماش تفعيل أون باس با لاكسيون معناتها نقعدوا ديما في قرارات حبر على ورق. هذا هو اللي يحب يتفاداه السيد وزير السياحة جديد حسب ما صرح به لوسائل الاعلام. تري بيان اخر قبل اخر اخبار خاطر نحكيو على الرالي في الاخر بالكل حبيت نحكي على الجامعه التونسيه ديما والحاجه الباهيه معناتها والاخبار الايجابيه اللي قاعده توصل لنا في الاسابيع الاخيره اللي عودت عده تظاهرات لتونس بعد غياب طويل. مثلا توا نحكيو على رالي 205 باش نحكي لحظه باش نحكيو عليه باش نخليه للاخر خاطر باش نعديو معاه التصاور مهدي. خلينا نكملوا ساعه باخبار الجامعه التونسيه لإدارة السياحه اللي تنظم الجلسة الانتخابية غدوة الجامعة التونسية لأدلاء السياحة اللي باش تنظم جلستها العامة الانتخابية يوم الأحد 14 نوفمبر بمدينة الحمامات وسيقع الإعلان على المكان معناتها والزمان في بيان لاحق هذا حسب البيان اللي نشرته الجامعة التونسية لأدلاء السياحة. وفي آخر أخبار زينب كما قلت رالي 205 كافريكا رايد بعد 10 سنين بعد أكثر من 10 سنين في سنة 2010 آخر نسخة من الرالي هذه كانت دارت في تونس. نحكي اليوم على 17 ميديسيون معناتها نسخة رقم 17 اللي باش تكون في تونس وصلت الطيارات منذ يومين وهما توا في مدينة توزر وهكم تشوفوا في الصور مديانين من وصول السيارات الميناء حلق الواد حتى قاموا بالمرحلة الأولى في اتجاه ولاية القيروان ومن القيروان واصلوا حتى توزر وتوا قاعدين يعملوا في دورة في الجنوب التونسي. محليهم التصاور محليه كي نشوفوا هكا الكراهب نتاع رالي والله قديش هكا توري اللي ناس جايه باش تعمل معناتها سبور نتاعها ناس فرحانه ناس كيما نقولوا معناها متفائله شيخه معناها كاينه ما فماش لا مرض لا حتى شيء مهدي هكا ولا ننسيو كل شيء كيف نشوفوا تصاور كيما هكا ننسيو كل شيء اللي رجعت التظاهرات ورجعت ناس تزور تونس اجانب عدة وفود نتاع اجانب قاعدين في الايامات هذه يعملوا في دي سيركوي في تونس. فما زاد وفد متكون من 40 اتيديون في كلية الاثار بالنمسا اللي قاعدين زاد يعملوا في سيركوي ب 14 يوم من الشمال حتى للجنوب. هذيا الوفود السياحية معناتها مهمة العودة نتاعها استئناف النشاط ما نشأنه انه ينعش الحركة السياحية والاقتصادية كذلك. اكيد هذا اكيد
جديد. يعطيك الصحة مهدي على كل هالأخبار المزيانة، الأخبار الإيجابية اللي قدمتها لنا اليوم. للناس اللي يحبوا يتابعونا يرجعوا لصفحة الفيسبوك متاعنا غاديو مي تونيزي، هكاك يلقاو لا فيديو كاملة فيها كل الأخبار اللي طرقنا لها اليوم معك أنت مهدي حاشيني. شكرا لك، يعطيك الصحة. كنت عايش كي زينب، ونهاية أسبوع طيبة للجميع، وأنت زادة للناس الكل زادة اللي يتابعوا فينا. كانت هذه 100% توريزم لليوم. 100% توريزم، 100% توريزم. مكملين معاكم ناس الكل، دونك صبحية متواصلة حتى للحداش، وانتم ما يتابعوا فينا. بعد شوية باش نسمعوا حسب ما يقول لي أم كلثوم، عبد الحليم، زعما شنو محمد اختار لنا. أنا نقول لكم نقعدوا تابعونا بعد الأخبار، خاطر باش تلقاو حاجة طربية هايلة برشا 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 برشا، تلقاها معنا بعد شوية. سينون توت سويت برونو مارس، فيرساتشي أون ذا فلور.